لأن بصراحة الموضوع فعلا زاد قوي، الموضوع بوخ يعني. ما كانش في تصريح طلع والناس طلعت اعتذرت، يعني انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ ما يعني الكابتن محمود الخطيب نفسه يعني طلع وقال يا جماعة الوضع كذا وكذا وكذا، ودي اخلاق النادي الاهلي، وانا قلت عليها قبل كده دي اخلاق النادي الاهلي، ان احنا بنطلع طالما في حاجة طلعت فخلاص الموضوع خلص واتقفل. فاحنا يعني بصراحة زيادة قوي قوي، وفي ظلم مبين، وفي ضربة جزاء واضحة جدا جدا جدا. يعني لو الكلام ده كان حصل يا جماعة البين الخصوم ما تحسبش ده بيد، يعني احنا عاوزين نعرف، عاوزين حد يرد علينا باين جدا يعني. يعني ما ده فرق، يعني احنا عاوزين نعرف وجهة نظر الحكم الفني. جيبوا لنا حد يا كابتن ميدو من الحكام. الله، حكام نقول ايه؟ يعني يقول لنا ايه القصه دي؟ ما نعرفش يعني. انتوا يعني كتير يا كابتن، فيها شك اصلا؟ هي فيها شك، ما يعني من حقنا برضو نسمع راي التحكيم فيها. يمكن احنا شك خالص. انا شفت الكوره دلوقتي يا كابتن عادل، شفت الكوره، الحارس كمان شادد صلاح محسن.